احنا هنا في الصراحه على طريق الفيوم يعني مشينا اعتقد 30 كيلو مش احنا يعني هم انا سبقتهم وتقابلنا على الطريق. فكنت عايز اسال كابتن عمرو يعني دي عجل كابتن عمرو هي عجل ماونتن ترينكس ام 136. فناس دايما بتسالني على الصفحه هو انا ينفع اسافر مثلا بعجل ماونتن ولا اسافر بعجل رود ولا يعني. فبما انه واحد مسافر معانا فحابب اسمع انه ينفع الواحد يسافر بعجل ماونتن. سافرت انت بيها قبل كده ولا لا؟ سافرت اسماعيليه مرتين، سافرت في يوم مرتين وبورسعيد بيها، سافرت الزقازيق، سافرت بقى ناصر بقى كمصه. اوكي يعني واضح ان هو مشي بيها هي صعبه فهي يعني هي فكره تعود يعني عضلاتك اخذت على الوزن بتاع العجله. طب انت سافرت بعجله تاني مختلفه عن الماونتن ولا انت طول الوقت متعود عنها؟ فادي يا جماعه مثال اهو واحد بيسافر بالماونتن عادي جدا يعني صعبه شويه بس هتستحملك على الطريق جامد يعني. يعني هو بيقول انها بتبقى صعبه غالبا بتبقى عشان سبب الوزن بتاع العجله مش زي الرود، بتبقى الرود اخف شويه. ولكن يعني ادي مثال اهو برضو يعني في عجله اهي برضو ترينكس ماونتن في وليكن دي برضو عجله سكوت برضو دي هايبرد ولا ماونتن؟ دي ماونتن العجله دي بتاع كابتن اسلام سافر بيها اسوان. كابتن اسلام سافر بيها اسوان. يا اسلام دي عجلتك ماونتن؟ طب بس بيسأل على السفر يعني. اسلام من اكتر الناس اللي كنت عايز اسافر معاه من زمان. كان عامل سفريه للصعيد السنه اللي فاتت، كانت انا كنت مبهور بيها بصراحه. مبهور يعني ما سابش حته في اي محافظه غير لما دخل زار فيها كل حاجه موجوده من اول اديره لمتاحف لمعابد لمساجد. يعني كانت رحله ممتعه جدا، انا كنت قاعد متابع الرحله كلها، كنت مستمتع بطريقه مش طبيعيه. فنرجع برده تاني لموضوعنا، دي عجله ماونتن ولا دي ماونتن؟ طيب بالنسبه للسفر بالعجل ماونتن، ناس كتير بتسالني ينفع اسافر بعجله ماونتن؟ انا برتاح جدا فيها يعني الراجل اهو الصبح ما بوقفش في طريق، لا ما يعني ما فيش طريق بيبقى فيه مشكله، ما فيش مدق مثلا يبقى فيه مشكله، طريق صحراء مشيت بيها في الرمله من دير الانبا هيدرا للنبلاء، ودي عباره عن صحراء صرف. يعني رمله صحرة. رمله غرز مشيت معايا شويه غرزت شويه زقيتها شويتين. طيب لو سالنا بقى سؤال بطريقه مختلفه، انت سافرت بعجله غير الماونتن؟ لا. اوكي فانت تجربتك كلها كانت مع الماونتن؟ كان بالماونتن عشان بحس ان في عجله معايا. اوكي تمام. بس انت شايف ان عادي الواحد يسافر بماونتن ما فيهاش اي مشكله؟ هي بتبقى اريح كتير. تمام اوكي شكرا يا كابتن اسلام.